السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني بعد الحادثة اللي صرات، يعني الحادثة العنصرية اللي صرات يعني من موظف بفندق الأسود الأطلس في ألمانيا، وين مصدر المصدر من ألمانيا. هذا موقف وين نتكلموا على موقف الاتحادية الجامعة المغربية لكرة القدم، يعني من عنصرية موظف بفندق الأسود الأطلس بمدريد. شاهدناه تعرضت البعثة المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم لموقف عنصري من أحد موظفين الفندق إقامة الأسود الأطلس قبل مواجهة ودية المرتقبة أمام البيرو مساء اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد. ونشر موظف المذكور عبارات عنصرية على حسابه الشخصي بموقف التواصل الاجتماعي الانستغرام ضد لاعبي المنتخب الوطني المغربي بفندق، وذلك على هامش وجبة الساحور، معبر عن عدم احترامه لشهر رمضان الفضيل من خلال الصور التي نشرها ملتفظة بعبارات الشتم والسب في حق لاعبين المنتخب الوطني والطاقم المرافق. وأوضح المصدر الجامعة كما نقول احنا الاتحادية كرة القدم المغربية المسؤول في تصريح خاص به أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سارعت إلى اتخاذ إجراءات لازمة مباشرة بعد توصلها بما أقدم عليه هذا الموظف العنصري المذكور. وتبعت مصادر نفسها أن الجامعة لكرة القدم يعني تعاملت يعني مع الموقف بهدوء كبير تفادي للتأثير على تركيز العناصر المنتخب المغربي والتي تسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب البيرو في لقاء ودي، وذلك للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية. ومن جهته علمت الجريدة يعني من مصادر مطلع أن إدارة الفندق أدانت العبارة العنصرية يعني الصادرة من أحد الموظفين العنصريين يعني مرددة أنها ستضع المتورطين في واقعة رهن. إشارة الشرطة الإسبانية يعني مقدم اعتذارها لكل المغاربة الذين شعروا بالإهانة. صح، دفاع المشاعر الإسلامية على بالك الساحور، وهو نشر صور يعني وإهانة أسدافعوا عرفت شو كي كسرتنا احنا كجزائر، كنا ندافعوا صارت مغاربة يعني نتحدوا في ذا الصوالح، خاطر هذا راه عاير الدين، عاير هذا الدين، هذا الدين الحنيف على بالك، هذا اسبانيولي ياكل الحلوف، راه عاير الدين الإسلام، راه عاير حاجة لي ما نجيبوش حنا نخربوا فيها. تخاف تخاف تهدر على رمضان ولا تقول ناكلوا رمضان ولا تقول لا ولا تقول معليش لا لا لا، تخاف هاد الصوالح، هاد الصوالح تخاف يعني ودافع عليهم، دافع عليهم ما كاش تسكت على هاد الصوالح، راك انت كي تسكت على الصوالح ما تسكتش. بنادم يقول لك عندنا رخصه باش ناكلوا رمضان، انت ما تسكتش، غادي نهدر مهما كان المستوى تاعك، مهما كان المنصب تاعك، غادي نهدر، غادي نهدر على الصوالح. مكانش لي حق ليه واحد مواطن يعني ما ما, ما, ما انا ماني فقيه ماني عالم ماني ما نجيبش نقول لك لا معليش صح ناكلوا رمضان. شتى انا الناس ولاو يدافعوا تاع يبدي يكون رمضان، شكون لي شكون لي يتقبل لك، شكون لي يضمن لك، شكون لي يضمن لك يبدي يكون سهل، يقول انا نعطيك الحسنه تاعها ولا ما تخافش، ولا شكون شكون اللي داري بالغياب. اليوم كي تشوف نتايا كل المغاربة يعني تشوف صفحات تاع المغاربة يعني طايحين على ذاك الموظف، ما خلاولوش خويا، ما خلاولوش، دار غير تغريدة عنصرية ضد رمضان ما خلاولهش. هذا وين تبين بلي الإسلام يجمعنا. أنا واحد من الناس عايرت هذاك، دخلت كومونتي عايرته نقلو بدل دمك، راه مستخدم تاع الحلوف، عايرته مكاش مشكل، خاطر على هذه حاجه تخصني انا، ما قراش
ما خلي فلسطين، فلسطين قضية تاع امه، كي نهضروا على فلسطين قضية تاع امه، ما يقولش بلي انا وحدي، لا فلسطين تاع كل واحد مسلم، بيت الله الحرام مكة تاع كل واحد مسلم عنده مسؤولية عليها، هذا الدين الإسلام وهذا الكتاب تاع الستين عندنا مسؤولية عليه كبيرة، كوجينا نساهم عندنا مسؤولية كبيرة، احنا كمسلمين عندنا مسؤولية كبيرة عليه، هذه هي. المهم وين أوضحت يعني وين أوضحت التقارير الإعلامية الإسبانية أن أحد المسؤولين في الفندق كتب عبارة يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفته أنا شخص عربي مسلم يحتفل برمضان مثل العديد من الزملاء في الفندق، ولهذا السبب نشعر بالإهانة مثل أي مسلم في العالم. فندق مدريد يعني تور يدين أي عمل عنصري، ونعتذر مرة أخرى لجميع الأشخاص الذين شعروا بالإهانة، خاطر أنا منتخب المغربي راه منتخب عالمي، ضربك هذو تاع الفندق هذو يخافوا على رواحهم ينحرقوا، يخافوا على رواحهم، خاطر لبك منتخب راه منتخب عالمي، منتخب المغرب راه منتخب عالمي، يعني كي واحد يكتب هذه يعني وتنتشر، شاننا كيفاش انتشرت، شاننا كيفاش حنا جزائري وشاننا كيفاش انتشر. يعني وانا نشكر الجزائريين اللي دخلوا بقوه يعايروا في هذا العنصري، هذا الموظف هذا الاسباني هذا، حتى الجزائر انا قريت تعليقات جزائريين مسلمين يعني وين دخلوا يعايروا في هذا ويدافعوا على يعني العيد، هذا عيد هذا عيد نحتفلوا به، هذا عيد نحتفلوا به، عيد رمضان نحتفلوا به، حتى هو لا رمضان تقرب لله، يعني خوف تبين بلي انت تخاف، ربي يفرح بيك، يقول لك عبدي راه خايب مني، يقول لك عبدي راه خايب مني، عبدي انا نامن بلي عبدي راه خايب مني، بصح كي يشوفك تاكل ايش هو راك تحارب فيه، كي يخرج لك واحد يقول لك لا معليش ناكلوا رمضان في مباراة ناكلوا رمضان، راك تحارب فيه انت، راك تحارب انت، كي ممنوع ما تهدرهاش كاع، هذاك المكلف بالإعلام هذاك ممنوع ما تهدرهاش كاع، حتى المدرب، يعني وين شاهدنا وين وأوضحت التقارير الإعلامية الإسبانية أن أحد المسؤولين في الفندق كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي بصفتي أنا شخص عربي مسلم يحتفل برمضان مثل العديد من الزملاء في الفندق، ولهذا السبب نشعر بالإهانة مثل أي مسلم في العالم. الفندق مدريد يعني توري يعني مدريد توري يدين أي عمل عنصري، ونعتذر مرة أخرى لجميع الأشخاص الذين شعروا بالإهانة، ويشير إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيلاقي الفيرو مساء اليوم على أرضية الملعب يعني معقل أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية مدريد في ثاني لقاء ودي بعد الفوز على البرازيل بطنجة بملعب ابن بطوطة بهدفين لهدف، وأول يعني أول أمس يعني يوم السبت الماضي، كيفاش عسى يتخدم صاحبي، ناس يتخدم وناس يتخدم صاحبي، ناس يتخدم العمل 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 مكاش ما يفوتوا حتى حاجة، ليش إهانة قالوا كاش إهانة، وزيد فنيك الإدارة تاع أتلتيكو مدريد يعني كيفاش لقات يعني القاتل الأخرى كيسموها القاتل الإدارة القاتل يعني الإدارة تاع الاتحادية المغربية لكرة القدم، شو ناس كيفاش صاحبي، ناس يخدموا، ناس خدموا باش توصل لهذا المستوى، يعني الناس تخدم ماشي زعاقة. على ذلك نقولوا بلي ودي اليوم وين نتمنى ان شاء الله بربي حاجة اللي نتمناوها الفوز المنتخب المغربي في هذه المباراة الثانية يعني بالأداء والنتيجة، لأن منتخب راه في القمة، يعني منتخب اللي راه واصل يعني راه في القمة، يعني حافظ على القمة اللي راه وصلها، راه محافظ على القمة اللي وصلها، هذه هي. على ذلك نقولوا بلي اليوم وين
المنتخب المغربي يعني الفوز تاعو ان شاء الله بربي نشوفوا فوز على كيسموها على هذه البيرو هذه من بعد نتكلموا عليها عليا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد ومشي ابوني معنا وربي يحفظكم. صعبتكم خاطي.